لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قالت تقارير أمريكية إن ضباطا من الجيش الأمريكي حلوا بمدينة الحاجبة لتدريب عناصر من الجيش المغربي على استعمال أحدث الأسلحة التي توصل بها المغرب من أمريكا، وتتركز هذه التدريبات خصوصا على استعمال الصواريخ والمنصات المضادة للدبابات التي كان المغرب اشتراها منذ سنتي 2017 و2019، وتشمل أنظمة الصواريخ التي اقتناها المغرب من أمريكا 2400 صاروخ مضاد للدبابات، وهو من أكثر الصواريخ شيوعا في العالم، و400 منصة إطلاق ومعدات دعم أخرى صنعتها شركة رايتون وماكيني. وتسلم المغرب هذه المنظومات وفق أشكين بقيمة 776 مليون دولار، كما أعلن الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع. وجاء توقيع العقد بعد طلب قوات المسلحة الملكية المغربية من أمريكا مدرعات وأسلحة ومعدات لوجستية متنوعة، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال وقنوات راديو جوية. نشكركم على حسن المتابعة.